اعلنته في البدايه عن اختبارات الاهلي من السبت للثلاث، لكن سمعنا تاني واعلنته ان هيمد الاختبارات كمان كام يوم زياده ليوم الجمعه علشان ما شاء الله فيها اقبال كبير. ما انت احنا كنا حابين الاول ان احنا نشتغل من السبت للثلاث، لان انت عارف انت في اجازه عيد كمان شويه، فحبينا ان احنا نعمل الجزء الاولاني وبعدين نعمل الاختبار الثاني والاختبار الثالث في توقيتات سريعه يعني. بس طبعا عشان الزحمه وعشان يبقى كل واحد ياخد فرصته بالشكل المناسب وان كل واحد ياخد حقه وان في اعداد كبيره، ما ينفعش ان انا ابقى ناس بتخبط على باب النادي الاهلي وانا اقول لهم لا مفيش. اللي بتخبط على النادي الاهلي، باب بيت النادي الاهلي مفتوح لكل المحبين يعني وكل الراغبين ان هم موجودين جوه النادي. فعشان كده احنا حبينا ان احنا نفتح تاني نمد الاختبارات، ولو جه عدد اكتر احنا هنمد الاختبارات كويس اكتر، لان ده مكانهم قبل ما يكون مكاننا مكان جماهير النادي الاهلي واللي عايز يلعب في النادي الاهلي. دور النادي الاهلي طبعا وجماهيريه النادي الاهلي الكبيره في المحافظات، واجب على النادي الاهلي انه ايضا يلبي رغبه جماهيره وابنائه اللاعبين والمواهب كلها في المحافظات. النادي الاهلي بعد الاختبارات الاوليه هتكون في مدينه نصر، برضه هينزل في المحافظات يا كابتن خالد، وابرز المحافظات اللي هتكون متواجدين فيها برضه ان شاء الله. بص طبعا احنا مش هنتحرك في المحافظات قبل ما نخلص الناس الأول. اللي هنا يعني لان زي ما بقول لك انت شفت الزحام شديد، فلازم نخلص الناس اللي خبطت الاول. بعد كده احنا هنروح نخبط احنا اللي هنروح نخبط في المحافظات وكده. طبعا في محافظات كبيره عندنا مهمه جدا، المنصوره محافظه مهمه جدا، الاسكندريه محافظه مهمه جدا، الشرقيه محافظه مهمه جدا، السويس محافظة مهمة جدا، الصعيد بالنسبة لنا صعيد مصر طبعا يعني معمل له بلان كويس، وان شاء الله نبقى موجودين في صعيد مصر بشكل كويس. كل حاجة معمولها بلان، بس بعد الخطوة الأولى اللي هي هيبقى هنا في طبعا، لأن هنا استيعاب أكتر، هنا المساحة بتاعتك بتبقى مرتاحة إن أنت تشتغل. فإحنا هنخبط على كل باب، اي حد عنده موهبه يقدر يساعد النادي الاهلي احنا هندور عليه. من اول يوم ما شاء الله كنا بنسجل مع كابتن بدر، وكابتن بدر طبعا اضافه لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي من النواحي الفنيه، قال لي ما شاء الله من اول يوم تم اختيار لعيبه وفي لعيبه بالفعل مضت على استمارات وخلاص يعني تم انضمامها للنادي الاهلي. ده كابتن بدر سمى اللعيبه خلاص. سمى كمان طلع اسماء الشهره. طلع اسماء الشهره على لعيبه. فلا طبعا هو كابتن بدر مميز، مش هقدر اتكلم على كابتن بدر وانجازاته اللي عملها طبعا قبل ما يسافر بره مصر ويشتغل وينجح بره مصر. احنا طبعا فضلنا ان هو يكون موجود معانا، احنا اولى بيه يعني، وهو اولى بالنادي ان احنا يبقى موجود معانا، يقدر ان هو نساعد بعض كلنا ان احنا يبقى عندنا مجموعه من اللعيبه المميزين. طبعا انت بتتكلم ان الاولاد الصغيرين دول هم امل النادي، في حاجات طبعا كتيره كويسه، واحنا شايفين دلوقتي ابتدى يعني من احمد حمدي، وشفنا يعني هم ناشئين النادي دلوقتي اللي ماشيين، والحمد لله محمد عبد المنعم يعني، انت في لعيبه دلوقتي ابتدت بقى خلاص هتنور، وده شغل برضو الناشئين ده وقت. الناس برضو لازم تبقى فاهمه ان الناشئين ده محتاج وقت، انت بتبني ولا صغير عشان يبقى ينفع في الاول. بنبارك لك على الموسم المنتهي ما شاء الله. شكرا. النادي الاهلي حقق معظم بطولات الجمهوريه، الحمد كانت الله. بطولات قويه. طموحات برضو كابتن خالد بيبو وكل الاجهزه اللي معاه للموسم الجديد، ودايما النادي الاهلي يفكر في المستقبل. احنا طماعين، طموحاتنا طموحاتنا ما لهاش حدود، بنفكر في كل تفصيله صغيره. البطوله طبعا بالنسبه لنا مهمه، انت ما ينفعش تطلع لعيب النادي الاهلي وما بقاش بيلعب على طول. يعني انت التطوير ده اتجاه وسكه واحنا شغالين فيها، تطور لعيب وتبنيه كويس. انما البطوله دي ما فيش حاجه انت ما تقدرش تقول انا يعني ما ينفعش ان انا بعد اخر الموسم اول لما ما كسبتش بطوله اقول اصل انا كنت بطوق. وبعدين اول ما اكسب بدور على الحاجتين. انا بدور على الحاجتين، البطوله والتطوير، اكتشاف اللعيبه وتطوير اللعيبه والدرجه الاولى. هما الاثنين ماشيين في سكه واحده، يعني ما اقدرش ان انا اقول انا كنت بفكر في حاجه وسبت الثانيه. لان انا لعيب النادي الاهلي لازم يتربى على ان هو بيكسب كل حاجه وان هو نمره واحد في كل حاجه. ما ينفعش ان هو يحس في وقت من الاوقات ان هو ممكن يسيب اي حاجه وهو ماشي. ما ينفعش يسيب حاجه، انت بتاخد بتفكر من اول ما تخش النادي كل تفكيرك ان هو انا جمهور النادي الاهلي ما بيرضاش بالقليل، او ان هو خلصنا البطوله ال 11 تاني يوم ال 12 يعني تاني يوم ده بالليل نفس اليوم نفس اليوم يعني. فاحنا اتعودنا على كده وتربينا جوه النادي على الكلام ده جوه. فانا مش ممكن اي لعيب يخش جوه النادي الاهلي، او ان احنا يعني انت ساعات بيجي لك لعيبه كويسه جدا جدا بس لا عنده رغبه ولا عنده استعداد ولا عنده يعني شغف باللعب، او لعب كويس وبيلعب
ده بالنسبه لنا ما بيبقاش طرد، لان في الاخر انا عايز لعيب عنده شغف وعنده شخصيه النادي، عنده شخصيه النادي الاهلي، لانه مهما كان لعيب كويس ما عندوش شخصيه مش ممكن مش ممكن هيحمي موهبته، لازم يبقى عنده حاجه تحمي الموهبه.